قوة في الأرض، سأحقق أمنيتي. اليوم حاضرين مع الأستاذ فخري عودة، يعني الجيل الذهبي، هو اللي راح يعرض هذا الأستاذ صوت. أول شيء أنا سعيد بوجودي في قناة العربي، وسعيد بوجودي مع عيالي. يقولون نزل من الطابق 20، وأقول له أنا جيتك من الكويت علشان أشوفك. أنا سعيد، عسى الله يبارك في عيالي ويطول أعمارهم، وسعادتي مع الجميع لا توصف ولا تقدر بثمن، لأن هي الانعكاس الحقيقي لما بداخلي لما أشوفه على ويوه. الله يبارك فيك. الله يعرف أن أي واحد يقول له عدنان ولينا والصوت الجيل الذهبي راح يتذكر، ترجعوا 20-30 سنة. الله يطول عمرك. الله يطول في عمرك إن شاء الله، وتحياتي إن شاء الله. الله يرضى عليك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك.